صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم. بداية الواحد يمكن يعتذر عن القيام في المرة الماضية، لكن يمكن لسوء الشبك وكذي، ممكن المحاضرة عم تلاقي إضافات شوية كذلك. فإن شاء الله حأقوم أعمل لها ري أبديت إن شاء تعالى في الجروب أو في المنصة الناس تشوف إن شاء تعالى. المحاضرة كما دحتنا المرة الماضية أو ما قبلها، طبعا في أي محاضرة من أبجكتيف بديتوا نتكلم عن محاضرتنا وكيف كيف المحاضرة مطلوبة مننا، ويمكن أبجكتيف تعمل لها برزنتيشن لأنه إحنا نوجه محاضرتنا ما هي الأشياء المطلوبة من المحاضرة وما هي القائمة منها تكون مسميها لنا أو كم. فالمحاضرة إن شاء الله حنعمل ديسكريبشن في الفرونت تراينجل، وبعدين نتكلم عن الكونتين بتاعت الفرونت تراينجل، حنعمل كذلك ديسكرايب لدكتور كنال عن الكونتين، حنقول الاستفادة الفمرال شيز عن الكونتين كذلك في حيث مفهوم الشيز، وبنعمل حيث نسميها ذا فمرال كنال عن الكونتين، وحنتكلم عن البلايت اناتومي، حنتكلم حاجة عن الكلينيكال حيث نسميها فمرال هيرنيا، ونعمل كومبير بين تويز فمرال هيرنيا ان انجوان الهيرنيا، ودي حنقول ان شاء الله نلقاها المرة الماضية. لما نلاحظ الصورة عندنا دي نسميها دي فمرال تراينجل، والفمرال تراينجل لو جينا نتكلم عنه ونعرفها هي عبارة عن ديبريشن في الفيشيا بتاعتي، نلقاها في الابر لاترال بار اوف ذا ساي، وعشان نشوفها تكون واضحة عندنا لو عملنا فليكشن للساي وعملنا ابدكشن وعملنا لاترال روتيشن بنلقاها واضحة جدا جدا في الميدل سايد اوف اور ساي، تكون واضحة جدا عبارة عن ديبريشن بتاعت فيشيا موجودة في الابر بارت او ذا ساي. طيب الترانجل لانه جزء من بنسميها السبيسز الموجودة في البودي، ف فيري امبورتنت لانه بنستخدمها في كاستر في الشغل بتاع الليبريشن، بنعمل بها بلبيشن للارتري، وبنستغلها كده مهمة جدا جدا نعرف موقعها، فهي عبارة عن ديبريشن كنا في الابر لاترال بارت اوف ذا ساي، بكون عندها باوندريز لانه اي حته مواقع يعني نتكلم عنها بيكون فيها مواقع فيها باوندريز، وعداك نقول باوندريز اللي هو فيها حدود وفيها اماكن موجوده فيها، وكذلك الموقع مهم لانه فيه فيشيا وبدينا كلينيكال او جزء من الكلينيكال بيكون في هيرنيا تصل لنا، عشان كده هنتكلم عنها ونشوف الباوندريز عندنا بالصوره الطبيعيه. نقول عليها عباره عن ترانجل سبيسز which have superior border وعندها middle border وعندها lateral border وعندها roof سميتها anterior wall وعندها floor سميتها posterior wall زي ما كنا عنا. فنلاحظ الصورة بتاعتنا هنا، نلاحظ الصورة بتاعتنا الصورة اللي فوق الشترانج الظاهرة، ونشوف الصورة تحت بتدينا الكونتين بتاعتنا في الترانج. فنقول عندها superior أو البيز عبارة عن الانجوان ليجمنت، والانجوان ليجمنت ده عبارة عن سيكنس اوف انفيري بارت اوف اكسترنال اوبليك ابنيروسيس، جزء من ابدومينال مسلز، ابدومينال عندها عضلات، فعندنا حاجة نسميها اكسترنال ابدومينال نسميها انترنال ابدومينال وانترنس فيرس، فعندنا اكسترنال ابدومينال عند اوبليك بارت بتعمل ابنيروسيس عبارة عن كأن ليجمنت يقولوا عليه سمينا ليجمنت كده، لأن ربطينا بين the superior inferior إليك سباين من فوق لحد اللي هو شنو لحد اللي هو التراينجل سميه اللي هو البيكتر تراينجل في الهيبون ده مثل يعني مثلا البيز بكون سيبيريالي، بعد عندي لاترال بوردر كلنا بحاجه نسميها سارتوريس مصر عضلة خياطية عضلة طويلة برا ستريت مصر بسميها سارتوريس مصر، الميدل بوردر بتاعة السارتوريس مصر بتمثل لنا الميدل بوردر بتمثل لنا شنو مثل لنا اللي هو اللاترال بوردر اوف ذا تراينجل، والميدل بوردر بتاع التراينجل يمثل اللاترال بوردر اوف ابدكتر لونجس مصر مثل لنا دي تراينجل كده الشكل بتاع تراينجل بتاعته، البيز هو الليجمنت الابكس انفيريولي
الانمي بتاعتنا تكون وين ذا سيرتريس ماسل اوفرلابينج ل اللي هو الدكتور لونجس. يعني السيرتريس ماسل بتمشي فوق من الدكتور لونجس, تمشي فوق من الدكتور لونجس, بتقول لنا شنو, بتقول لنا النقطه دي بتمثلنا شنو, بتمثل لنا اللي هو الابكس, قمه الترينجل. طيب زي ما قلنا عندها حكون عندها روف, والروف هنا في الترينجل بسميه انتيول, يعني كان احنا عملنا عدان تريول بسميه احنا الروف ترينجل. الروف بتاعنا ده يمثل لنا اللي هو الجزء بتاع السكين اللي اخذناه احنا من الاكسترنال. في الانترنال بنلقى اول حاجه في سكين, في سبكوتينيوس تيشوز, في بعد ذاك في فيشيا. في فيشيا موجوده بسميه شنو, بسميها دي فيشيا اللي هو احنا قد نسميها فيشيا لاتا, لانه عشان اللي هو في الـ في الـ في الابر ليم او في اللور ليم عندنا الفيشيا دي فيشيا بنسميها عند اسماء مختلفه, بنلقاها فيشيا لاتا في الانتيري بارت اوف ذا سايد, وفي اللاتر بارت بنسميها اللي هو اللي فيش تراك موجوده في اللاتر سايد, فبنسميه اسم مختلف. طيب اذا ده بنسميه مثلنا اللي هو الروف من فوق, بنبقى الفلور بيكون لنا المصل الفلور بتاعتنا او القاعده بتاعتنا او الموقع بتاعنا مثلنا من المصلز. دوز مصلز الرينج صوتك قطع. الأذان ده وين عندك هنا الأذان؟ ألو شباب صوتك قطع. الأذان عندكم أنتم؟ طيب لا صوتك قطع شوي. أوكي بنقول بعد ذاك عندنا الفلور بتاعتنا بتكون عبارة عن مصل بنعملها الرينج, لأن مع التشريح عمل بتعلم بتاع شنو بتاع وصف. بنصف بنعمل وصف كالآتي, من الميديال تلاترال أو اللاترال تميديال, لأن تكون تبغى تتكلم تكون عارف أنت وين بتعمل تنصيم اللي هو الرينج بتاعت المصل أو بتاعتنا في الموقع بتاعنا. بنقول إحنا جرينج باي ذا مصل, المصل نقوله إحنا من الميديال تلاترال, لو خدنا في السايت نقول ميديال تلاترال أول حاجة في الميديال سايت بقى الدكتور لونجس, بعديها بكتينيس ماسلز, بعديها حيسميها إيليوس صوص. طيب لما نقول إيليوس صوص هنا يمثل لنا عبارة عن تو ماسلز بتعمل لنا تندون واحد تكون انسيرشن, عبارة عن تو ماسلز, المسل واحد يسميه إلياكس تكون لاترالي والصوص ميديالي, فبقول شنو نسميها إيليوس صوص, لأن بتعمل التو ماسلز بتعمل وان تندونز. لو عينا احنا الصورة هنا في الصوره اللي فوق بنلقاها بتلقوا عليها اللي سميناها احنا إيليوسوس تندون. نقول بعد ذاك ذا فلور كونسيست اوف الدكتور ماسلز, دكتور لونجس ماسلز, الدكتور معناها مغربه الدكشن تعمل لنا, بعدها بكتينيس ماسلز, بعدها اللي هو الياكس والصوص لاترالي, والياكس والصوص نسميها حاجه نسميها إيليوسوس ماسل من رملي ميديال تو لاترال. This is the floor of the triangle أو سميناها سميناها اللي هو البوستيري وول بتاعت المصل. What the contain لو أخذنا قلبنا عشان السلايد اللي بعده أو من السلايد الموجود قدامنا بنشوف يا جماعة This is the contain. The contain واضحة جدا جدا, والمناعة من الميديالي في الميدل سايد نشوف ما في شيء, في زيراون كده موجود عندنا, بعده طوالي بس خلينا الفين شايفين قعناها الفين, بعد الفين بيجينا الارتري, بعد بيجينا النيرف. فنقول كولينا من الفيمورال ارتري ان اكس برانش, البرانش بتاعته زي مذكور برفندس فيمورس لاترال ميديا سيركفلس ارتري والديب external bidendal arteries this is the branch, بعدين femoral vein extremities اللي هو بعدها فيها بتاعتنا الكم اللي حاسميها
الجريس سفنس، الجريس سفنس بتاعتنا. بعديه بجينا اللي هو برا سبيس ميديالي بيسميه تمر الكنال، ولاترالي عندي اللي هو الفيمورال نيرف، وبعديها لاترالي في اللي هو كوتينس برانش اوف ذا فيمورال نيرف. وليه قلنا الكلام ده؟ لانه عشان حنلقى فيه تكتيك مختلف تاني، انه ذا كونتين اوف ذا فيزز كلها موجوده في حاجه نسميها فيمورال الشيت. طيب قبل نتكلم عن فيمورال الشيت بنتكلم حاجه نسميها الدكتور كنال. طيب لحظه، دكتور كنال دي تكلمنا عنها، نقول دكتور كنال هنا قلنا في حاجه نسميها الدكتور لانجس، حاجه نسميها الدكتور ماجنس مصر. نلاحظ الصوره بتاعتنا هنا ميديالي بنقل الدكتور لانجس لما تعمل له اوفرلابينج السارتوريوس مصر الخياطيه الطويله دي، بتعمل ابيكس الاوفرلابينج ده او اللي هو المرور بفقع اعلى على المصل، بتكون تحتها في عباره عن كانها كنال، نقول عليها كنال عباره عن ممر. والدكتور كنال في الميدل سايد اوف ذا سايد عشان اعمل لوك شلين جزء من الكونتين او كونتين بتاع البيزنس، تعمل لها كفرنج عشان تمشي مع ميديالي تباس ثرو ذا هياتس. في فورم موجوده بسميها الدكتور فرامين او هياتس، فتحه موجوده بتمر عليها الفيزز. نقول احنا الضغط عباره عن اكستنشن فروم ذا ابيكس اوف ذا فرونت ترينجل الدكتور هياتس، ممر موجود فيه. هذا الممر نلقاه كذلك عند باندري من ناحيه احنا الفضاء بتاعتنا هنا موجوده فيه. لاترالي لان حكون في السيرتوريس، بعد السيرتوريس طوالي ماشي عامل كفر، بنلقى لاترال تو ذيس كانال حيسميها فاستس ميديالس مسلز، دي جزء من المسلز اوف ذا ساي. بوستيريور بلقى الدكتور لانجس والدكتور ماجنوس مسلز، وانتيريوري بلقى طوالي في شنو؟ في السيرتوريس مسلز، كيف نسميها احنا؟ سب سيرتوريس كنال او نسميها هانتر كنال، كلها مع بعض بسميها لان تحتها. فوات وات ذا كونتينر ذيس كنال في الابيكس بتاعتنا قلنا بمر طوال السيرتوريس. كيف احنا؟ ذا ابيكس ذا تراينجل فروم تراينجل از كونتينيشن اوف الدكتور مباشرة، لان هي بتعمل لحد الهياتس، عشان كده بيكون في الابيكس موجود شنو؟ موجود بتاعتنا الفيمورال. الكونتين بتاعتها الفيمورال ارتري والفيمورال فين بيمشي مع بعض عشان يخش شنو؟ في الهياتس عشان يخش البيت الفصه. شوف الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها نلاقيها كده شايفينها؟ نقول دكتور هياتس معناها فتحه عباره عن فورامين او اوبننج في الدكتور ماجنس، هي عليها تشيل هذه الاستركشر الارتري فمر الارتري وفمر الفين تو باس ثرو ذيس هيتس. مشينا شنو؟ مشينا من خلال هذه الفتحه وين؟ مشينا في شنو؟ في البوليت الفصه. عشان كده يقول الدكتور هيتس ذا جاب ان ديستا تاشمان اوف دكتور ماجنوس تو فيمورال. وش الاستراكشر ماشيه فيها؟ قلنا فيمورال ارتري والفيمورال فين والليمفيزلز وسم لوس كونفتيشس ومعها اللي هو السفن الزين درينج ان ذا فيمورال فين. مع شباب ذا كونتين او ذا دكتور كنال. طيب نرجع للفيمورال تراينجل. الفيمورال تراينجل وهو ماشي الاستراكشر بتاعتنا موجود في الفيمورال تراينجل بحيطه غشاء بسميه فيمورال شيز. الفيمورال شيز is the funnel shape of fascia which cover the vessels. يعني نقول cover يعمل لها حمايه، يعمل لها حمايه قمع
كأنها شكل قمعي كيف من الفمر الشيز. والفن السب الفن الفنسي معناه شكل قمع، يعمل لك كفر للبزنس اللي فمر الارض والفمر البين الفمر النيرف اوت، ومعها نيرف ثاني يسميه شنو يسميها اللي هو الفمر تراش اوف جينيت فمر النيرف اوت ذا شيز. مع شباب نقول ذا فمر الشيز از ذا كفر ذا فيشيا تو فيشيا، لكن الفيشيا جايه من وين؟ لاحظوا معي هنا الصورة الموجودة عندكم قدامكم هذه، من قدام في كتابة رقيقة كتبها عن انجوانن ليجمنت، انجوانن ليجمنت، ومن خلفها بنلقى حاجة يسميها فيشا إلياكس بوستيريوري، وفي اللور بارت اوف ذا ساي اوف ذا شيد نلقى حاجة يسميها فمر فيشا ليت. الفيشا ليت دي جزء من الديب فيشيا بتاعت الصاي، ما جزء من فمر الشيد الموجود اللي هو فيه الفيش. طيب وين الشيد؟ لو لاحظنا احنا كأن الصورة جاية من تحت، يعني الفمر الفمر اللي من سيبيريون من اعلى، والاستراحة جاية ديب بالنسبة لها، فجاية ديب ماخذة تو بارت اوف ذا فيشيا. الفيشيا الأولى بتاعت وول اوف ذا شيد، يعني كلنا القشاع الأمامي ده بيسموه فيشيا ترانسفيسالس او ترانسفير فيشيا. الفيشيا ترانسفيسالس الديب فيشيا بتاعت الابدمن بتطلع منها قشاي انتيريور يعمل لك كفر. اذا الفيشيا ترانسفيسالس جاي منين؟ جاي من الابدمن الفيشيا. والبوستيريو وول بتاعت الشيب جاي من الفيشيا اللي بتعمل كفر للمسل اوف اوف ذا ايلياك مسل، يعني الياكس فيشيا الياكس كي جاي من البوستيريو، يعني جاي من 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 شنو من البلفيس ترشر عامل كفر، وبتيجي دائما تعمل داونلود داونورد توجيزر تفيوز ان ذا انفيريا بارت او في شنو حيسميها اللي هو في انفيريا بارت البيزل تحصل لها فيوز توجيزر انت السران ذا فور البيزل اند ذا لينفيتك، لان عشان احنا نشوف السيد ده مقسم تقسيم، فجزء من الليمف نود موديل موجود ديبي ديبي ميديالي بالنسبه للفيزلز عشان كده عمل لها كفر. نقول it is lowerly disappear في وين مع في البوينتنج اوف ذا درينج اوف سيفونس فين. السيفونس فين ده جاي لنا من دي ساد ذا ساي ويعمل درينج يشيل لنا البلاد فيزلز اللي هو الفينس بلاد من اللور من اللور بارت اوف ذا ليب، وجاي خاش يعمل درينج وين في الثمر الفين. الكل نقول احنا عامل فيوز مع شنو؟ مع ال opening of سفنس opening جزء من الفنتيج اوف ذا سفنس فين ده يسموه الثمر الشيت. هذا الشيت الموجود بينقسم ديفايد انتو كومبارتمنت، لما نقول ديفايد بينقسم لنا باقشية وبقشاء بنشا انتيريو بستيريو which divided this part this is three part or three part بس من ثلاثة أقسام. الثلاثة أقسام بتاعتنا laterally نلقى حيث في مر الأرتريك intermediate في الوسط أو middle part بلقى في مر الفين، medially لما ناخذ الصورة بتاعتنا هنا medially بلقى عبارة عن سبيس فاض ما في اي حاجه في فات تيشوز وفيو فيو بعد ذاك ليف نوتس بيسميه فيمورال كانال. دي الثمر الكنال سيبيريولي بنلاحظ احنا سيبيريو بتعمل راوند شيب اس اوبن بنسميه فيمورال رينج بنسميه فيمورال رينج. مع شباب كانوا مفهوم يا شباب؟ يا شباب دكتور واضح ايوه. طيب السيبيريو كيف حاسم الفمر الرين؟ اذا الفيمر فيشيا تكلمنا احنا او الفمر الشيت تكلمنا عنها بتنقسم لثري كومبارتمنت، بنلقاها فمر الارتري فمر الفين ميديالي، وفي الميدل سايد بنلقى حاجه يسميها فمر الكنال اسمه البارت سيبيريو اوبن اس فمر الرين. طيب
كان يقول ده فمر الكنال. نتكلم عن الكنال دي، نلاحظ الصورة بتاعتنا هنا موجودة في الصيد اللي بعده، نشوف الصورة تحت، نبدأ موجودة الارتر الظاهرة، ناخذ الصورة تحت نلقى الارتر الظاهرة في بعد اوبننج، لو احنا عينا من السيبيريا فرد عينا مثلا منظر من اعلى، نلاحظ الحكاية واضحة جدا جدا، تكون حاجة ظاهرة عندنا، بلقى الليجمنت نلقى انتيريولي والميدل بارت، بلقى بعد ذاك الارتري، بلقى الفين، بلقى الرينج موجودة قدامنا. طيب ميدل ترينج بلقى ما الليجمنت جزء من جوان الليجمنت في السيبيريا اللي كده لان جوان الليجمنت، لاحظ تحت المفصل تحت ظهره، بنقول بعد ذاك الفيمور رينج ذاته او الفيمور الكنال ده فيو باوندريز عباره عن 1.3 او نقول عليها 0.5 انش اللون بتاعتها، قلنا من السيبيريا بدينا اسطفل نسميه فيمور رينج عندها باوندريز بعد على جوع انتيريو نلقى الانجوان ليجمنت وبوستيريو بلقى مع السيبير ريمس اوف هذا زين السيبير نلقى حيسميها اللي هو الفمر السبتم جزء من السبتم السيبيريالي وبوستيريو بلقى السيبير ريمس اوف بيبس عشان بيكتنس بيبس ولاترالي بلقى الفيمورال فين وميديا يا جماعه بلقى حاجه اسميها ليكنر ليجمنت. الليكنر ليجمنت ده يا جماعه عباره عن ليجمنت يسجلنا من البيبك تبريستي مع السيبير بارت اوف جوان ليجمنت والسيبير ريمس اوف بيبس بكون لنا الشارب ميدل بارت. نقول شارب يعني بقفل لنا موقع الميديال با بقفله بدينا حواف شارب كده انت تكون تجي من الرينج. شايفين الشكل بتاعنا هنا الرينج مفتوحه جزء ده بسميه بكتيريا ليجمنت يعمل كونكت بين السيبيريا ريمس وبيبس مع انجوان الليجمنت ودينا بعد ذاك الشارب ايدج حواف شارب لجزء من جزء من الرينج. ونقول شارب عشان بدينا بعد شوي نتكلم وذ البارت تاعت الموجوده فيه. نقول الكنال زي ما قلنا باندش باندش موجوده. نقول ثاني من جديد انجوان ليجمنت انتيريولي لكن ليجمنت ميديالي بوستيريو بكتينيز اوف ويبس بوستيريو ريمس لاترالي الفيمور الفين وسيبيريلي الفيمور السبتة بتاعت السبتة موجوده جدا منها. وذ كونتين اوف ذيس كنال الكنال دي معاه شو قلنا عباره عن لوس فاي تيشوز معها سمول ليمف نوتس اند سمول فيزلز يعني ليمف فيزلز موجوده في ذيس كنال. هذا الكلام مهم جدا لانه بدينا كيميكال بوينت نتكلم عنه حيسميها اللي هو الفيمور الهيرنيا. والفيمور الهيرنيا لما اقول كلمه هيرنيا عباره عن بروتيشن عباره عن بروز او بلجنج اوف جزء من البذره يعني البذره الداخليه تطلع علينا باس ثرو ذيس كنال. كان نقول احنا شوف الصوره بعدين نشوف السلايد بعده حنسميه فمر الهيرنيا. الفمر الهيرنيا دي مع بروتريشن بروز او مرور بتاع جزء من الاستراكشر من الانترنال بارت وعليها اللوب اوف ذا انتستين موجوده من الداخل ومومنتم جزء من التعامل اللي تحصل لاحظ بروز تطلع مع ذيس كنال لانه قلنا الكنال في حاجه غير فاتيشوس وفي رينج ما دام في رينج موجود. طيب هنا المشكله الاساسيه البكتينيين بارت هنا لان قلنا عباره عن شار بارت ممكن تعمل لنا شنو تعمل لنا جزء من انقطع الاشياء هذه. وهنا بيقول كومنلي ان ذا فيميلز اند ذا ميل كومن الفمر الهيرنيا في الفيميلز ان ذا ميل لان الفيمر الكنال في الفيميل از لارجر ذان ذا ميل. طيب الحاجه الكم يمكن في صوره ما موجوده عندكم انا منزلها في الصوره الاخيره عامل كومبير بتوين ذا
فيمور هيرنيا وحاجة اسمها انجوان الهيرنيا. الموقع بتاع الابر بارت اوف ذا ساي فيها اوبن، تكلمنا عنها هسه، عبارة عن انجوان الكنال، وبعدها طوالي، ودي بتكون احنا كومن في الميل ذان ذا فيميل، حاجة اسمها انجوان الكنال. انجوان الكنال دي عبارة عن about 5 سنتيمتر سيبيريو تو انجوان الليجمنت. هذا الكنال باس ثرو ات، حاجة تسميها سبرماتيك كورد في الميل، بمر خلاله، وعنده تو اوبننج، فحاجة تسميها ديب انجوان الرينج، او يسميه انترنال انجوان الرينج، حاجة تسميها اكسترنال انجوان الرينج، او يسميها سوبرفيشال انجوان الرينج. طيب سروديس كنال ممكن يمر لنا شنو يمر لنا اذر هيرنيا يسميه انجوان الهيرنيا، وذيس كومن ان ذا ميل ذان ذا فيميل. وبرضه انجوان الهيرنيا اول حاجه عنده تو تايب، حاجه يسميها دايركت انجوان الهيرنيا، حاجه يسميها اندايركت انجوان الهيرنيا. الدايركت انجوان الهيرنيا بيكون سيبيريتو انجوان الليجمنت بتاع البيزنج انتيريوري، والاندايركت باس ثرو ذيس كانال. فالحين كيف نفرق بين الاندايركت انجوان الهيرنيا الاصلا موجوده في الميل والفيمال الهيرنيا الموجوده في الفيميل؟ بنلعب بقى فرق يا جماعه بالليجمنت، وفرق بها بيبكتيبلستي ديفرنت. وبعد ذاك نقول احنا في الصور اللي لاحظت هنا بيكون البازنج ماشي لاترالي، يقدر تكون ديب تمشي ميديالي، وممكن باس ثرو ذا سكروتم ان ذا ميل. ذا ديفرنت بتوين ذا تو هيرنيا في الميل الفيميل، اللي هو الانجوان الهيرنيا والفيمور الهيرنيا. الدار انجوان الهيرنيا بيكون سيبيريولي وبكون لاترال بالنسبه للفيمور الهيرنيا، وحصل هيرنيا في جانب ايش عند هيرنيا، بيكون ديفرنت بتوين ذا تو بارت اوف ذا هيرنيا. ان شاء الله حقوم اوصلها في ارفعها ثاني في المنصه. اي سؤال يا شباب؟ يا شباب لا واضح، شكرا. طب انا حاسال اللي واضح الامر. اي سؤال في احد من سؤالي حاجه دول ريفرنس دكتور تقول شنو عن الفيش ترانسفيرسالس؟ الفيش ترانسفيرسالس شوف في الابدومين الوول عندي مصلص موجوده كويس، المصل الموجودة بتاعتنا بيسميها external oblique internal oblique. بعد بيجي لها حاجة سميها شنو، بيجي ترانسفيرس مصل. بعد بيجي بعدك ايوه بعد بيجي شنو ركز الدنيا في الميدل سايد، انا قصديك مع السايد، ما في ما في ما في في الميدل، في الميدل اللي حاجة سميها ركز السمر الصح في الميدل، لا انا مع السايد، اما كلام على لاترال سايد جاي من لاترال شنو، هل تعمل سيرشن في الميدل سايد، انت قول لنا اللي هو الريكتس شيز معي. الفاشل الثالث جاي من الانتيريو دون الوول، ونازل تقول لنا انتيريو وول بالنسبه للشيد. والفاشل الياكس جاي من الاليك فصه في البلفيس، وجاي ماشي شنو ماشي تعمل لنا بالستيريو وول اوف ذا شيد. واضح كده؟ ايوه اذا الشيد الموجوده اثنين دي بنتكلم عنها، انه اصلا اثنين جاي من الابدومين، الانتير جاي من الابدومين والبستير جاي من البلفيز. انت علي؟ اجوا اثنين ماشيين، عشان كده احنا بنقول لما نقول احنا فيشلاتا هنا، لانه في 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 اللور ليم، ولانه يعني معلش انه احنا الكورس مقسم كثير، ممكن كان تمر الترنج يتكلم لكم عن الفينز والتمر الارتري والتمر الفين ودست على، لكن شايف حتى المحاضره مقسمه تقسيم يعني بيناتنا يمكن مع اخوان زملائنا التانيين بتفصيل مقسم كثير، ما اقدر اخش في الابر، كنت انا بدرس الماده ثاني بجي غير بقدر ادرس. نقول احنا في الابر ليم او في اللور ليم عندنا فيشه موجوده، الديب فيشه بتاعتنا دي بنقسمها او بنعمل لها نقسمها
لحاجة نسميها فشلاتة، ونوع تاني نسميها إيلي فشل تراكت موجودة هذه الفشل موجودة دي موجودة بنقسم، لأنه لما نقول إحنا الفشلات تمشي لحد جزء من البلفز، تمشي جزء إحنا جزء تخش لحد البلفز وبتعملين الكفرين اللي هو لايننج للبلفز، تخش لحد الساكرم وما شيء نسميه اللي هو إليك فاشيا، وبتيجي خاشة لحد كلنا الفاشيا لاتا انتيريوري. وبعد ذاك بجينا الفاشيا الثانية موجودة في اللاترال سايد في اللور ليم بسميه إيه تيبي تراك، وبزيني بارع عن فاشيا تعمل ديسندنج لحد اللي هو تيبي الفابيولا تاون وور، دي جزء من الفاشيا موجودة في اللور ليم. أي واحد جزء من بسمينها مختلفة تسمية كبيرة كلها عبارة عن دي فاشيا أو ذا سايد. ها هذا سؤال؟ تفضل يا دكتور. طيب with the following of structure form the form of triangle boundaries. Number one, inguinal ligament abductor serratus muscle. Two, inguinal ligament rectus femoris sartorius. Number three, inguinal ligament adductor longus sartorius. Number four, unguine ligament, gracilis muscles, rectus femoris. دكتور معلش ممكن تعيد الخيارات لأن الصوت يقطع شوية. طيب. For the boundaries of the femoral triangle. Number one, unguine ligament, adductor longus, gracilis. Number two, unguine ligament, rectus femoris, sartorius. Number three, unguine ligament, adductor longus, sartorius. Number four, unguine ligament, sartorius, gracilis. Number three. Number three. Very good. Number three. طيب. Yes. Which layers of femur هنقول فيشة معين نشوف بعد ذاك وين في مثلين الفمر نقول and fascia lata عن فاشيا ترانسفيرسالس أو ترانسفيرسالس فاشيا. فاشيا لات عن فاشيا طلوي فاشيا دكتور الصوت مو واضح كده نقول وطلق طلوي فاشيا ونعم كده واضح بس قبل شوية كان في تشويش في الصوت. طيب اوكي with the following fascia layers form the femoral sheath. بكتينيس fascia and fascia lata. Fascia iliacus and fascia transversalis أو transversalis fascia. Fascia lata الركتس فاشيا صوص فاشيا فاشيا بكتينيس. ها شباب ها شباب
الو، ممكن تعيد الخيارات تاني؟ طيب باكتناز فاشيا ان فاشيا لاتا فاشيا الياكس ان فاشيا ترانس في سالي فاشيا لاتا الركتس فاشيا صوص فاشيا ان فاشيا باكتناز. هيا غفران. Hello. Fascia transversalis and fascia iliaca. Thanks for you. ما شاء الله. ما شاء الله يا مصطفى. كيف أخبارك؟ مش مصطفى معي؟ ولا أحمد؟ طب أحمد. What the contain of the femoral sheet? تذكر؟ femoral artery والبين. والفين. طيب if laterally femoral artery with immediate content with femoral vein. Femoral vein. Okay. في حاجة اسميها femoral branch of genitofemoral femoral nerve. This contain of the femoral sheath or not? يا شباب عشان femoral branch of genitofemoral femoral nerve. جزء من الكونتينر الشيد اور نوت. انا مرض عليكم. لا ما جزء من الشيد. ايوه ما جزء من الشيد، هو اوت اوف الشيد وبتكون ميديا للفمر النير. اشوف الاذان اذا عندنا، وشكرا جزيلا لحضوركم، نشكركم ان شاء الله الحضور ان شاء الله.